التراب هي تعييب شيء مخصص للمفاعل العامه. ثانيا كاينه مقاومه اشغال امرت بها السلطه العموميه. هذه لا علمانيه بها، ما عرفتش لانه المحجز اصلا ما كان كاين غير معلن عليه. الحائل دابا نيت ما فيه حتى شي بلاكه مكتوب فيها انها راه تابعه لشي جهه. هذه وصمه عار يعني في الجبين ديال المزيج الجماعي لمدينه اسفي، انه يتابع مواطنه وبنت البلاد كما تنقولوا حنا غدا، وبنت البلاد مواطنه مسفيويه كيتم متابعه ديالها المجلس هنا، مع العلم لانه هي برات الموقف ديالها وعطاتهم ما يفيد انه هي ما عندهاش يد في العمليه، ومع ذلك كيتم الاصرار على المتابعه. لانه كاين باش نقولكم عطيت، راه عندنا سيديا وعندنا اوديوات والساده المحامون غادي يتوصلوا بهم. اليوم الفرع المحلي كينظم ندوه صحفيه متعلقة بالقضية ديال أخت خديجة البصري بصفتها رئيسة ديال جمعية رفق الحيوانات الأليفة بأسفي. الأخت خديجة المتابعة من طرف المجلس الجماعي لمدينة أسفي بمتابعة قضائية بخمس تهم ثقيلة، والجلسة ديالها الجلسة يعني الثانية غتكون غدا يوم الأربعاء. الفرع المحلي هو كيتبنى المؤازرة ديال الأخت خديجة البصري بناء على كونها من خلال المعطيات اللي توفرنا عليها على أنه هي لم تشارك لا في عملية تسريح هذيك الكلاب الضالة ولا في عملية الاقتحام والولوج عبر تكسير الأقفال ديال المحجز، ولدينا أدلة ومعطيات سنسلمها للدفاع لكي يدلي بها للمحكمة المقرة. كيف في اللايف؟ كيف الفيديو بين؟ والسيدة اللي كدير اللايف هي كتهضر وكتهضر مع الناس بالأسماء ديالهم. جينا درنا ندوة صحفية باش نوضحوا للرأي العام علاش أنا متابعة من طرف المجلس البلدي. الشكاية الثانية لقيتهم بأنهم مدبرين لي بحال المكيدة. كنتفاجئ بان هذوك الناس اللي خرجوا تخاصموا معايا وهذا معاهم مرة ديال واحد المسؤول في البلديه.